رحل لأخينا الفاضل عبد الواسع السعيد الذي أتى من مكان بعيد ولم ينهز للمجيء إلى هذا المسجد المبارك إلا محبته لكم في الله تبارك وتعالى. فقد جاءكم إلى هذا المسجد المبارك مذكرا لكم، وقد سمعتم قول الله عز وجل في هذه الآيات التي قرأت في الصلاة: فذكر إن نفعت الذكرى. فكم نحن بحاجة إلى من يذكرنا بالله تبارك وتعالى، ولا سيما في هذه الآونة وفي هذه الأزمنة التي كثر التجارب فيها بأمر الدنيا، فأصبح الواحد كل همه من أن يصبح إلى أن يمسي هو أمر الدنيا. فلماذا يدخل على نفسه بمثل هذه الساعات، بل بمثل هذه اللحظات اليسيرة، في أن يذكر نفسه بالله تبارك وتعالى؟ وقد امتدح المولى تبارك وتعالى بآيات كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث جمة امتدح الذاكرين كثيرا والذاكرات. فقال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وحثنا تبارك وتعالى في أهلك الأوقات على أن نذكره سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فحصر الفلاح في مثل هذين الأمرين العظيمين. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى قد أمرنا في يوم الجمعة بأن نسعى إلى ذكر الله تبارك وتعالى حينما ننصت بكل جوارحنا لسماع قال الله وقال رسوله من ذلك الخطيب الذي لا يلتفت عن هذين النورين العظيمين، كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كان كل همه أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. فنحن أحوج، ولا سيما كما سمعتم في زمن كثرت فيه الفتن، وزمن كثر الانغماس فيه بأمر الدنيا، بحاجة إلى من يثقل قلوبنا من هذا الوان الذي يعلوها، ومن ذلك والعياذ بالله وتلك المحبة التي قد تطرح على تلك القلوب. فنحن بحاجة إلى من يذكرنا بقول الله عز وجل وبقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكي يرقق هذه القلوب ولكي يربطها بربها تبارك وتعالى. قال أحد الشعراء رحمة الله تعالى عليه: سأقنع ما بقيت بقوت يوم ولا أغري مكاثرة بمالي. تعالى الله يا سلم بن عمرو: أذل الحرص أعناق الرجال، هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوالي. فأنت أيها الأخ المسلم الكريم بحاجة إلى أن تصرف كل همك لله تبارك وتعالى، ولا سيما في هذه اللحظات اليسيرة. ولا أطيل عليكم، فإن محاضرنا سيؤدي وسيقوم بتأدية ما أوجب الله عز وجل عليه من التذكير والنصح، فهو في حق كل إنسان مسلم لا بد أن ينصح ولا بد أن يعلم. وقد سمعتم بأن الفلاح كل الفلاح وأن الخسران كل الخسران في غير ذلك الصنف الذي قد أخبر الله عز وجل به في هذه الآيات التي اقترأت في الصلاة. فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكم نحن بحاجة إلى من يوصينا بالحق، وهل هناك حق أعظم من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أيها الإخوة الكرام، فصبروا أنفسكم، وبعد تأدية السنة الراتبة تقوموا بإذن الله عز وجل بكل جوارحكم منصتين لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لعلنا أن نجد في ذلك نفعا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على جميع نعمه التي أسبغها علينا ظاهرة وباطنة فيما هو قد مضى وفيما هو كائن وفيما سيأتي. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها علينا قابليها وأكملها يا رب العالمين. وشكر الله لمن أذن بإقامة هذه المحاضرة ولمن سعى وهيأ بماله أو بخطواته أو بكلماته آجر الله الساعين وأجزل مثوبتهم وجعل ذلك ذخرا لهم يوم يلقون ربهم. ألا أيها الإخوة في الله، كان يدور في خلدي موضوع أعلم أنه ذا أهمية بالغة، وأصل هذا الموضوع الكلام على أحكام الأوامر وأحكام النوازل وربط أحكام النوازل بالعالم العلوي والعالم السفلي بأفعال العباد وكيف يربي الله سبحانه وتعالى عباده بالسراء والضراء وكيف يبلوهم بالخير والشر فتنة وما هي الأسباب الجالبة للمقادير المكروهة وذكر بعض العلل والأحكام التي تصدر من وراء البلاء. ولكني أذكر أن عندي دينا لم أقضه وحقا لم أوفه، وذلك أننا بتوفيق الله قد أسرفنا في رد من الزمان الماضي محاضرتين في الجامع الكبير حول شرح حديث وذكرنا منه بعض الفقرات، وبقيت فقرة تحتاج إلى شرح. آذنت من حضر بأني سأخرج لهذا الموضوع محاضرة كافية بعون الله إن أمد الله بالعمر وهيأ الأسباب
وها هي ذي قد تهيأت الأسباب والمنة لرب الأرباب جل شأنه، وآن الأوان للسداد نقدا، وتبرئة الذمة والوفاء بالوعد. والموضوع الذي أشرنا إليه أولا يبقى دين، إما أن يؤدى في هذا المسجد أو في غيره بحسب ما ييسر الله. وهذا الموضوع الذي هو دين عندي، حيث قد تهيأت أسبابه، مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي حتى أتيا بي جبلا وعرا فقالا لي اصعد، فقلت إني لا أطيق، فقال: أما إنا سنسهله لك. فصعدت حتى كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. قال: فانطلقنا فأتينا على قوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. قال: فانطلقنا فأتينا على قوم أشد شيئا انتفاخا وأنفنه ريحا وأسوأه منظرا. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. قال: فانطلقنا فأتينا على نساء تنهش ثديهن الحيات. قلت: ما بال هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن الحديث. وهو طويل، وقد أخرجه شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي أمامة صدي بن عجلان. وكان الشرح في المحاضرتين في بيان النساء اللواتي تنهش ثديهن الحية، والشرح في الأولى لما سبق من الحديث، والدين الذي آن سداده، آن أوان سداده، هو: فانطلقنا فأتينا على قوم أشد شيئا انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. قلت: من هؤلاء أو ما بال هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني، إنه الحديث عن الزنا. وذكر بعض الآيات والأحاديث وأضرار الزنا على المجتمع والعقوبات المعجلة والمؤجلة للزاني والأسباب التي تهيئ الوقوع في الزنا بحسب ما اتسع من الوقت. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مرهبا من جميع الفواحش عموما ومن الزنا خصوصا، فقال: وقوله الحق، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. الآية. وقال أيضا في صدر سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال في أواخر سورة الأنعام جل شأنه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، ألا تشركوا به شيئا،
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال متهددا لمن يسعون في نشر الفواحش ويحبون إشاعتها إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة زنا أو رواق لأن الفاحشة تطلق على المعصية وتطلق على الزنا وتطلق على الرواق وتطلق على الفسوق بأدلتها إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة وتأمل إلى قوله يحبون ما قال يفعلون فإذا كان هذا الوعيد الشديد لمن أحب دون أن يفعل فكيف بمن سعى بقوله وفعله وماله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعيد لمن أحب فقط بنيته دون أن يبدأ بخطوات عملية له هذا الوعيد الشديد خزي في الدنيا والآخرة فكيف لو سعى بنفسه وماله وأساليبه وطرقه. وقال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأخبر جل وعلا بأن الداعي إلى الفواحش عموما هو الشيطان فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرقه ومذاهبه ووسائله لأن الشيطان يقود الإنسان إلى فعل النكران بخطوات لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا الآية. وقال جل وعلا أيضا مقررا هذا المعنى المتأخر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الآية. هذا في النهي عن جميع الفواحش ومنها الزنا. وأما بعض الأدلة القرآنية والنبوية المتعلقة بالزنا خصوصا فمن ذلكم قول الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقول الله جل وعلا لا تقربوا أبلغ من قوله لا تفعلوا. فعندما يقال لفلان لا تقرب هذا المبنى يفهم من هذا المعنى لا قليل ولا كثير ولو قيل له لا تدخل جاز له الاقتراب ومنع من الدخول وإن قيل له لا تقترب فهذا منع من الفعل ومن أسبابه فدل على أن للزنا وسائل تقرب إليه ولا تقرب الزنا. فمن قربان الزنا اتخاذ وسائل سيأتي ذكرها بالتفصيل إن شاء الله. وقال سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال أيضا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والآية الأولى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هذا في الفكرين شاب بكر لم يتزوج وامرأة كذلك يجلدان كل واحد 100 جلدة
ويغربان عاما، والمرأة تغرب إن أمنت الفتنة. وأما الرجل فقد بقي حكمه ونسخ ربه، وجاءت أحاديث تقرر، واستنبط ابن عباس أدلة الرجل مع الأخر. ليس هذا موضع بسطها، موضع بسطها، لكن تأمل قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما السر؟ لما لم يأتي عند قوله السارق والسارقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا؟ ما قال ولا تأخذكم بهما رأفة؟ لماذا عند الزنا؟ قال الإمام العلامة ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، بأن في طبائع الناس الرقة والشفقة والرحمة للعشاق، في طبائع الناس، لأن هذا أمر يجدون ميلا في نفوسهم إليه، فيصل الميل إلى أن تحصل الرأفة والرحمة حتى بالزانيين. زلة يرف نفسه، وقع في كذا، لكن لو سرق ضربوه لأنه دخل في حقوقهم، وما تأخذهم رأفة. فجاء هذا القول لما كان في النفوس ميل، لما كان في النفوس ميل إلى رحمة العشاق والزنا، قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال جل وعلا ذاكرا أصول المعاصي صغارها وكبارها في آية واحدة في أواخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، اسم الإشارة عليه، إلى الشرك أو القتل أو الزنا، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية. قال ابن كثير، قال الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد، ويا له من كتاب، هذه الآية جمعت أصول المعاصي كلها صغارها وكبارها، وبيان ذلك بأن الآية الأولى قطعت التعلق بغير الله عن طريق الشرك، والآية الثانية أبانت حقيقة القوة الغضبية الدافعة للخشية، والآية الثالثة أبانت حقيقة القوة الشهوانية الدافعة للخشية. فأصول المعاصي راجع إلى التعلق بغير الله وإلى طاعة القوة الغضبية وطاعة القوة الشهوانية، فطاعة القوة الشهوانية تقود إلى الزنا والفواحش والمنكرات، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والآية الثانية طاعة القوة الغضبية تؤدي إلى القتل والطعن والضرب والسب. والآية الأولى، أعني اللفظ الأول، يبين التعلق بغير الله عن طريق الشرك، فالتعلق يقود إلى الشرك، وطاعة القوة الغضبية يقود إلى القتل، وطاعة القوة الشهوانية يقود إلى الزنا. فمن كفي هذه الأصول الثلاثة كفي أصول المعاصي جميعها. وقد ذكر أنه هناك ارتباط بين الشرك والقتل وبين الشرك والزنا، وهذا له تفصيل. ومن جملة ذلك أن من وقع في واحدة من الثلاث قادته الواحدة إلى الثنتين. فمن وقع في الزنا، فمن وقع في الزنا قادته نفسه إلى أن يدخل في السحر والشرك لتعليق تلك المحبوبة والمعشوقة والبغية والمرغوبة به، إن أبكم فنعم، ربما سحرها وحال بينها وبين بعدها لينال منها وطرا وأقبح بها من مثله.
تقود إلى غيرها. الشرك يقود إلى القتل والزنا، القتل يقود إلى الزنا والشرك، هكذا هناك ارتباط، فمن وقع في واحدة قاد كل الأخرى. يزيد هذا المعنى وضوحا ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله ابن مسعود أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. إذا هذا الند اجعل مع قوله والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر، هذه الفقرة مع تلك الفقرة. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ضع هذه الفقرة مع قوله ولا يقتلون النفس، يقتل ولد. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليب رجالك. ضع هذه الفقرة مع قوله ولا يزنون. فكان الحديث مرتبطا مع الآية سياقا وسباقا. وأما ذكر الحليلة له معنى، وذلك أن الزنا يختلف بأنواعه، فهذا يزني عليه إثم، وهذا يزني نفس الفعل عليه إثمان، وآخر ثلاثة، وآخر آلاف، وأنا أعني عليه إثم. ما هو إثم تقديري؟ الله أعلم. جبال من الآفة، صواعق تنزل عليه كما فعل الله بقرى قوم لوط، وسيأتي بيان ذلك. فالمقصود تخصيص الزنا بامرأة الجار لأن امرأة الجار، لأن الجار له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، بخلاف المرأة الأجنبية التي ليست بامرأة جار. فعندما يأمن الجار جاره وينصرف عن منزله إلى عمله على أولاده، عادة الجيران إذا اقتربت الأماكن والبلدان أن يأمن بعضهم بعضا، فعندما يقصر الأمان ما يشك أحد أن فلان له رغبة في فلان، يستطيع أن يتسلل بهدوء لأن المنزل مع المنزل والنافذة مع النافذة، فينال منها وطرا وحاجته الخبيثة. فما راعى حق الجوار ولا حق الإسلام، وقد أوصى الإسلام بالجار، أمر بإكرامه، وجاء في حديث لا يدي أحدهم جاره، وجاء في حديث لا يصل إلى جاره. هل من الإحسان أن يزني بامرأته أو بابنته أو بأخته؟ فخص امرأة الجار. ولذلك جاء في حديث المقراس عند مسلم ما تقول في الزنا؟ ما تقول في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أو قال بعشرة أبيات، أيسر من أن يزني بامرأة الجار. إذا هذا زنى بامرأة عليه ما عليه، وهذا زنى بامرأة الجار كأنما زنى بعشر نساء. والزنا له مراتب بحسب هذا المقام، وذلك أن البكر إذا زنى بالمرأة البكر عليهما ما سمعتم من الحد، وإن لم يقم عليهما الحد فأمرهما إلى الله بالقيام، إن شاء غفر وإن شاء عذب، هذا عليه. فإن زنى بالمرأة المتزوجة محصنة زاد عليه الإثم أعظم، لأنه أفسد المرأة، زنا بامرأة بعيدة ليست امرأة في جار، لكنها ليست بكر سيئة، إذا أفسدها على زوجها. والمرأة إذا ذاقت الحرام لا تشفع إلا أن يشاء الله بتوبة صادقة. فإن النطف سواء في خروج أدبار المردان أو في خروج النسوان تفعل فعل السموم في الأبدان في إفلاسها وتدميرها. إذا زنى بامرأة متزوجة عليه إثم أعظم، وإن زنى بامرأة متزوجة وهي امرأة جار ضاعف الله عليه إثم، وإن زنى بامرأة جار متزوجة وزوجها خرج لصلاة أو لعلم
استطاعة آمنا له على زوجته، وهذا يقوله فيه. فحرمة نساء المجاهدين على القائدين كحرمة أمهاتنا. خرج رجل جاهد في طلب علم في جهاد شرعي ولا تخلفه في أهله، إن زنى بامرأته كأنما زنى الزاني بأمه، إن زنى الإثم، وإن زنى بامرأة محرم له كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة زاد الإثم أعظم حبه القتل، لأنه زنى بذات محرم هو محرم لها زاد الإثم. إذن الزنا بعضه أكبر إثما من بعض، كما بوب الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر في الكبيرة لعلها 12، قال الزنا وبعضه أكبر إثما من بعض. ويتضاعف إثم الزنا أيضا إذا كان في زمان فاضل أو في زمان بلد محرم أو مكان محرم، كأن يزني في مكة أو في مسجد أو في رمضان أو في وقت صلاة أو في ساعة إجابة، هذا يدلك على أن الزنا تتفاوت أموره. فما هو بمعنى واحد؟ وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أو غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. فيزداد الإثم أعظم إذا كان الشيخ زانيا. من هو الشيخ؟ المراد الذي كبر سنه واحدودب ظهره وأصبح لا حاجة له ولا أرض للنساء، أصبح إن زنى استدعى الشهوة استدعاء ما عنده رغبة، فكان مستحقا لهذه العقوبة. لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولا عذاب أليم. أربع عقوبات. قال: شيخ زان. قالوا: لأن الشيخ الزاني ما له حاجة كحاجة الشباب، دل على أنه استدعى الوقوع في الزنا. ولذلك ترى من كبر سنه وشاب رأسه ولم يبق له حاجة في النساء بقي عنده تلذذ في اللمس والنظر. ولذلك تجد الأمان من قبال بعض الأسر على من كبر سنه، هم ليس لهم حاجة بالنساء لكن لهم رغبة في النظر واللمس، يستريحون لها، لأن المرأة يشيب وتشيب معه خصلتان: الحرص وطول الأمل. وبقية الحديث شرحه سيأخذ من الوقت. وروى الإمام البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي في ذلك الآن ليس مؤمن. وجاء في حديث بأن الإيمان يرفع فوق رأسه كأنه ظل فإذا نزع عاد. وهذا الحديث ليس فيه تكفير لأهل الكبائر كما يسلك الخوارج، لأن منهج أهل السنة ما دون شرك أعني من لدن الصحابة ومن تبعهم بحسب الجمع بين النصوص، لأن الخوارج أخذوا بأحاديث وآيات الوعيد ولم يجمعوا بين النصوص فوقعوا فيما وقعوا فيه. فالمقصود أنه نفى عن الإيمان في ذلك الآن إلا من تاب كما في الآية. وجعل الله عز وجل بين الزنا وبين الحوادث الكونية ارتباطا. أتتخيل أن بين كسوف الشمس وبين الزنا ارتباط؟ نعم نعم. وهذا سر لطيف وأمر عجيب كما ذكره الإمام القيم في كتابه الجواب الكافي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين خطب خطبة الكسوف ثم قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فعندما ذكر بأن الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته وما تعلمون وإنما يخوف الله بهما عباده، ذكر الزنا دون غيره من الجرائم. لما لم يذكر القتل؟ ذكر الزنا. يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن تزني أن يزني عبده أو تزني أمته. قال ابن القيم: وفي ذكر هذه الكبيرة بذاتها بعد حادثة الكسوف
سر بديع. ومن ذلكم أن الزنا سبب في خراب الكون، كما أن الشمس إذا حصل فيها ما حصل أدى إلى تغيرات كونية وحوادث ليست بعادية بحسب ما أجر الله من العادات الكونية في العالم العلم السبلي، فدل على أنها تحدث خرابا في العالم لأجمع لكونه ذكرت كونها ذكرت بعد هذه الحادثة بمفردها. وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين غير سعد قال أتعجبون عندما قال لو وجدت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح، المصفح يعني ما يضربه بالجنب يضربه بالحد غير مصفح. قال أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير من سعد والله أغيره. إذا دل على أن الله يغار حين ترتكب هذه الجريمة النكرة. وجاءت أحاديث أخرى تبين عقوبات الزنا وأضراره وأخطاره ولا يتسع المقام للسرد. وأنتقل إلى الفقرة الثانية لعلم أن الوقت يتسع. روى الإمام البخاري مطولا في كتاب التعبير في باب التعبير تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح من حديث سمرة، ورواه الإمام مسلم في الحديث 2700 ولعله قريب من 50 بعد 2700، ولم يذكر فيها الرؤيا وذكر شيئا مرتبطا بالحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ قال فيقص عليه ما شاء الله تعالى أن يقص. قال وإنه قال لنا ذات غداء إنه أتاني الليلة آتيا وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق انطلق وإني انطلقت معهما. والحديث طويل. وفي الحديث قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أداهم ذلك اللهب ضوضوا. قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. جاء نعم. قلت ما هذه الأصوات؟ قال قال لي انطلق انطلق. جاء في آخر الحديث أما الرجال الذين في مثل التنور فإنهم الزناة والزوانة. وكونه يخبر بأن الزناة في تنور لأسرار عجيبة، منها العقوبة الأولى للزناة أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم يصطرخون، والصراخ عذاب كما قال الله عز وجل عن أهل النار وهم يصطرخون فيها، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بأصوات شديدة. قلت ما هذه الأصوات؟ قال هذا عواء أهل النار. فالعواء والصراخ عذاب. كم يعذبون؟ كم يصيحون؟ ما قيمة اللذات إلى جانب هذا العواء الشديد؟ هذا عذاب أليم. ولا خير في لذة يعقبها ندم. هذه العقوبة الأولى للزنا. العقوبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم في تنور، والتنور ما يخبز به الخبز يكون أعلاه ضيق وأسفله واسع، فترفعهم النار إلى أعلى ثم يعودون لأنه لا مجال للخروج وما هم منها بمخرجين. وكلما دعوا للتخفيف إنما يزادون عذابا. الأمر الثالث في العقوبة أنهم عراه، والعري عقوبة. ولو قيل لرجل دونك مليون مقابل أن تبقى عريان لمدة ساعة أو ساعتين بين الناس، فإن كان ذا دين وحياء ولو ثلت بين يديه كنوز الدنيا ما فعل ما لم يكن قيل الحياة، فإنه سيفعل بدون ذلك. إذن هم عراه وفي تنور ويصطرخون. العقوبة الرابعة كما جاء في الحديث أن الزنا رجال ونساء، رجالا ونساء يأتيهم لهب من أسفل منهم. ذكر بعض أهل العلم قالوا لما أن كان الزاني
إذا خلا بمعشوقته وبغيته انفرد بها في سيارة أو في عمارة، في خيمة أو في ديمة، في رأس جبل أو في بطن وادي، في زقاق أو في محل انفرد بها وأراد قضاء حاجته، فإنه يخشى أن يدركه الناس وأن يطلع عليه فيقضي حاجته منها سريعا على عجل كأنما تحته نار خشية أن يبطأ، فعاقبه الله بنار حقيقية يوم في قبره تأتي من قبل دبره. وجعل الله النار عقوبة في الفروج لأن الفروج موضع المعاصي، ولذلك جاء في الحديث وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل بهم. ناسب هذا اللهب تلك اللذة التي ارتعش لها الجسم حال قضاء الفاحشة والجريمة، فناسب أن يعذب البدن بأكثر، يغسل بالنار ويعذب بالنار. هذه عقوبات إلى جانب العقوبات الشرعية والعقوبات القدرية، وذلك بأن الله عز وجل يسلط عقوبات كونية لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الحاكم من حديث ابن عمر: وما فشت الفاحشة في قوم انتشرت وصارت لها أماكن دعارة وبيوت وصارت لها دلالات وقوادات وديوثات وديوثون يتتبعون البيوت في المدارس في الأماكن في البيوت، تسعى بعض العجائز الشمط التي ذهبت عفتهن وأصبحت الزانية إن تركت الزنا عادت قوالة، فتسعى في البيوت لتربط هذه الفتاة بمكان آخر، ولربما فعلت بعض العجائز ترتيبا وجدولا لبعض النساء، متى يأتي دور فلانة تساق إلى عدن، حتى ذكر أن رجلا كان واقعا في بعض المخالفات فذهب إلى قوم وعندهم شريط فيديو فقال: أروني ماذا لديكم من الجميلات من النساء اللواتي فعل بهن ما فعل، وإذا به يرى زوجته من جملة من يرى في ذلك الشريط، ما موقفه؟ ما حاله؟ انظروا إلى أن وصل في القوالات وكتالوجات واستدعاءات، وربما حصلت حماية من بعض الجهات في مثل هذه الأحوال، فإذا فشت الفاحشة في قوم وصار يعرف هذا البيت بفاحشة وهذه المرأة ديوزة وهذا الرجل كذا، وسكت الناس إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن معروفة في أسلافهم. ومن جملة العقوبات أيضا أن الأنساب تختلف، وكذلك يحصل للزاني سواد في وجهه ونسل في ريحه وضيق في رزقه وأمراض نفسية إلى جانب ما يتخول أهله ويظن أن أهله على فحش ومنكرات. ولذلك شددت عقوبات الزاني الأمور. الأمر الأول أن العقوبات استحقها الزاني لأنه بالزنا يفسد المظهر. الأمر الثاني أنه يتعدى على حق الرجل. الأمر الثالث أنه حين يزني بتلك المرأة تعدى على حق أهلها، لأنها عار على زوجها وعار على أهلها، وبأن يقع بالفاحشة فقد تعدى على قبيلتها، لأن يقال فلانة ماتت أحب إليهم من أن يقال فلانة زنت، وتنكس رأس القبيلة تنكس رأس القبيلة أن يقال فيهم منكم امرأة زانية، بل كأنما تعدى على حق الزوج وقد فعل، وتعدى على حق الأبوين وقد فعل، والأهل والأقارب. أمر آخر لفعله بالزنا أفسد فراشه وألحق في بطنها من ليس من زوجها الحقيقي، فإذا حملت بذلك الحمل الملوث ولد زنا أصبح هذا الولد ينسب إلى هذا الرجل بأنه ابنه وليس بابنه، فإذا ولده صار أخا لهؤلاء الذكور والإناث وليس بأخا، وصار محرما وليس بأحرم لأنه لا حرمة له حتى يقال هم إخوة من أمه. وللعاهر الحجر، وأصبحت البنات هو لهن محرم وليس بمحرم، وهن عليه محرمات وبالحقيقة ليست محرمات لأنهن أجنب، لأنه من ولد زنا
وبوقع غير شرعي ونكاح غير شرعي، فأفسد المرأة وأفسد الفراش وتعدى على حق الزوج وحق الأسرة وحق القبيلة وألحق بها ولدا إرثا ومعاشرة، إلى جانب أنه تعدى على حق الله بأن وقع في تلك الجريمة، والله عز وجل نهى عن الزنا. ومن جملة ما يحدثه من الأضرار اختلاط الأنساب وانتشار الفجور، ولربما خافت الزانية على نفسها فحملت فخافت أن تكتشف فقتلت ولدها في بطنها فتكون ارتكبت جريمتين الزنا والقتل، ولربما رمت بولدها ليلا في مكان فأكلته الكلاب، ولربما رمي في أبواب المساجد وفي الشوارع حتى لا يعرف من آبائهم ولا من هم. فإذا كبر الولد وأصبح بالغ الاحتلال من كفله وتبناه لا يقول له يا أبي، كم ليس ولدا لا يستطيع أن يقول هذا أبي ولا فلان ابن فلان، لأنه أين لي هو ابنه بالتبني، فعلى هذا من أبي؟ فإذا قيل له الحقيقة ما شأنه وكيف حاله؟ والعرق جساس إلا من رحم الله. فهذه من جملة المفاسد التي يحدثها الزاني، فليست بأمر ولا أمرين ولا ثلاثة، بل هي أكثر من ذلك. ثم إذا اختلطت الأنساب ربما يقع الرجل في الفاحشة، فترد المرأة بامرأة ببنت، ثم يأتي بعد زمان تصبح تلك البنت موضوعة لأبيها ولا بشرها، زنا وقوادة إلى هذا الحد. فكانت هذه العقوبات الكبيرة على هذا المنوال. ولقد ذكرت بعض التقارير الأجنبية أن البلاد الأجنبية والغربية لما لم يكن لهم ضوابط وأن المرأة تفعل ما تشاء يدعون إلى البارات والعرف والفساد، وهذا عندهم من جملة الديمقراطية التي سيأتي لها دور في اليمن وقد حصل هذا وأبشروا، فإن الديمقراطية معناها الحرية الدينية والحرية المالية والحرية الشخصية والحرية السياسية. سيأتي اليوم الدين لله والوطن للجميع، يحصل من فسادها ما لا يعلمه إلا رب العالمين، والدعوة للعرف والفجور بصدر هذا المبدأ. فالمقصود ذكر التقارير أن في بعض البلدان الأجنبية يصل عدد الأولاد الذين لا يعرف آباؤهم الملايين، نساء حملت من زنا تحمل من أبوه لا يدرى، فتختلط الأنساب ويقعون في العهر والفساد والشر، وإذا وجد هذا في المجتمع فسد المجتمع وانتشرت فيه الأوبئة والأسقام كالسيلان والذل والذل وغير ذلك، فإن الأمراض لم تكن معروفة في ذلك الزمان. وهذه الجريمة يا إخواني في الله بقي لها تفاصيل أكبر، لكن أختصر الآن بذكر الأسباب المتعددة، أختصر بها. السبب الأول الذي يوقع في الزنا النظر إلى النساء، ولذلك أمر الله عز وجل بغض الأبصار وذكر الفروج بعد غض الأبصار، وهناك ارتباط بين البطل والفرج. وكنت متى أرسلت طرفك راعيا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت صابر عليه، أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فإذا أتبع بصره وراء كل مليئة من مليئة في ذهابها وأيامها، لا سيما وقد تفنى بين النساء الآن في لبس العبادات المحجرة والتبرج، فكلما أتبع بصره حصل عنده نوع من الزنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، كما جعل الإمام أحمد قال فالعين تزني وزناها النظر. فالنظر قائد وسهم من سهام ابليس من سهام الشيطان الى عيني المراه او صدرها او عجزها او اقبالها او ادبارها، فاذا وقى الله العبد النظر الى النساء فقد صار نفسه عن الباب الاعظم القائد الى الزنا. هذا السبب الاول في انتشار الزنا وهو النظر الى النساء. السبب الثاني وجود الاختلاط، وذلك أنه إذا حصل الاختلاط يختلط أولاد العم، أولاد العمة، أولاد الخال، أولاد الخالة، بنت العم، بنت العمة، بنت الخال، بنت الخالة، زوجة العم، زوجة الخال في مكان دون احتجاب وهم على أحسن سنة.
زينة لا سيما في الأعراس والمناسبات، دعت النفوس بالنظر إلى الوقوع في المحرمات، فكان الاختلاط سببا من ذلك. ومن جملة ذلك الدخول على النساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ أقرباء الزوجة أو أقرباء الزوج؟ نعم. قال: الحم الموت. يعني لو دخل إخوان الزوج على زوجته هؤلاء الأحماء، قال: الحم الموت. لأنهم إذا دخلوا ما عاد يرجع في بيت واحد. هو أعظم وقوع الزنا. وقد ذكر أن رجلين في بيت واحد متزوجين أحدهما أحب الأخرى فأحدث بينه وبين زوجته خلاف فارق المنزل، فعندما خلا له الجو بزوجة أخيه فعل ما فعل. من جملة الاختلاط، فإذا حصل عدم الاختلاط والالتزام بالسنة بالآداب الشرعية وبالأحاديث انتبهت هذه الفاحشة. ولذلك كانت المدارس والجامعات وبعض المجامع النسائية والتحذير من اختلاط النساء بالرجال، وجعلوا شر صفوف النساء في الصلاة أولها وشر صفوف الرجال آخرها لقرب جامع النساء، فكيف وهي تتجمل على أحسن هيئة كأنها في ليلة عرشها ثم تخرج محمرة مدومرة مجملة مزينة. هذا السبب الثاني وهو الاختلاط. السبب الثالث من أسباب الوقوع في الزنا التبرج، وذلك أنه يوجد الآن أناس خياطون يفصلون العباءات على الأجسام حتى يصبح هذه العباءة تحتاج إلى حجاب، هي حجاب يحتاج إلى حجاب، لأن المرأة هذه العباءة على بدنها تصل وصفا، فإذا جاءت الريح كشفت ما وراءه بل بدون ريح، فإن المرأة إذا سارت تكاد كأنها مقيدة من شدة ما تجد من ضيق تلك العباءة على جسمها، وليس على تلك العباءة ما يستره كجلباب. الحمد لله على نعمة السنة، ترى من جملة الحجاب الشرعي أن تكون العباءة فضفاضة، وأن يكون على العباءة جلباب، أو يكون عليه جناح إلى الركبتين أو أنزل، بل أنزل من ذلك. هذا من الحجاب الشرعي. ومع ذلك تخرج المرأة ثم تلبس البرقع الذي لو كان على وجه بقرة لكانت من أجمل الخلق، البراقع، ثم إلى جنب هذا البراقع طريقة في البرقع أجنبية على جنب، فتصبح المرأة فاتنة وعينها مكشوفة وهي غالبة لهذا الغطاء إلى جهة أجنبية كأنها عاملة لمشطة البغايا والزرانب الجاهلية، ثم تسير وتحدق بعينيها المقصود. أن التبرج عند النساء في التعطر والتجمل والتزين ولبس ذلك الحجاب الذي أنت إذا رأيته يكاد القلب أن ينخلع فتنة من هذا الحجاب، فهذه المرأة كافية عالية، هي لابسة وحقيقتها عالية مائلة مميلة، رؤوسهن كأسمنة الأسمنة البحر النائلة، لا يكون الجنة ولا يجدن ريحة، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا، فهي لابسة نظرا وعارية حقيقة، لأن جسمها محجب. ولذلك ذابت النساء على هذا أن تشبهت بالرجال. من جملة التبرج أن تلبس البنطال الجنسي الخاص بالرجال، الجنس الذي لا يجوز للرجال لبسه لأنه تشبه بالأجانب ولأنه يحجب العورة، فكيف تتفاخر النساء بلبس الجنس؟ فإذا جاءت عمادة أو عوادة أو منادة أو مناسبة نزعت الجلباب وبقيت على الشميز أو على ذلك القميص وتحته الجنس الذي يحجم عورتها المغلظة، وبعد ذلك ترى من العجب العجاب. وتفننت النساء بالملابس حتى أصبحت تلبس بعض النساء ملابس جسمية محجمة على هيئة الجنس، حتى يذكر أن بعض النساء تسمي النساء. وصلت الفتنة إلى أن تفتن المرأة بالمرأة على ثلث الأعراس. ثلث الأعراس ما في المدن من الجرائم العظيمة والمناسبات، كل واحدة قد تظن بالرقص الهندي والأجنبي إلى حد تكاد أن تقول: أبقي لهؤلاء دين على هذا المنون وهذا الحد. وتفننوا أيضا من جملة التبرج أن تلبس المرأة ملبسا داخليا، ري مقطوعة وري مسلمة، هذا موضة. وأن تلبس المرأة شميز يد مقطوعة ويد ثلاثة، موضة جديدة، وحال ظاهر وحال مستور، موضة جديدة. وهكذا أبدا ناهيك عن الشعور
من التفسير والتأمير والتأييس والبنية واردة. هذه كلها فتن عمت وضمت هذه التبرج. هذا من التبرج. هذا الأمر الثالث. الأمر الأول النظر، الثاني الاختلاط، الثالث التبرج، الرابع مشاهدة القنوات كالدش والتلفاز، القنوات المقدرة والمشفرة والجرائد والمجلات، حتى وجدت كالنجاة تصور العورة، والرجل يأتي إلى المرأة توزع في أماكن للشباب على حال تمارس فيها البهجة في صور مجلات وجرائد. ناهيك عنا في التلفاز والدش من القنوات القذرة المشفرة. حتى قال لبعض الضباط، قال إن بعض الأسر الفرنسية أذنت ببعض الكاميرات أن ينقل ما بينه وبين زوجته من حال إلى جميع العالم إكراما لهم. كاميرا صلى الله عليه وسلم مع امرأته قلت للعالم على إكرام من فرنسا وغيرها. هذا الحال عندما يوجد تماثيل وقصص وغراميات، تأتي المرأة تنظر إلى عين الرجل والرجل إلى عين المرأة، والمسيح قاتل والشباب الشفاه تتحرك والعروق تنطلق وما في العينين من الشوق إلى غير ذلك من الطرق المعاصرة في الدعوة إلى الزنا، ثم الاقتراب، ثم اللجم، ثم الحرب، ثم الوقوع في الزنا. هذه أمور عجيبة. ناهيك عما يكون في السينما من أمور العظيمة التي دخل فيها النوار، وقع فيها كثير من الشباب. يدخل الرجل ويخرج ليس برجل في السينما، وبعض النوادي من الذين تذبذبون وراء المردان لإذهاب رجولتهم، هذا حصل عن طريق تلك الأجهزة. هذه الأفلام ربت النساء والرجال على العشق والغرام والحب والهياء والكلمات، حتى أصبح الولد ربما يمارس مع أخته عن طريق تلك الأجهزة. وما استطاعوا أن يأتوا للصغار فأتوا لهم بأعمال كحياة الكلاب والضفادع والقطط، وبعض أفلام الكرتون التي من جملتها الممارسة الجنسية التي تنشئ الأطفال على هذا المنوال. هذا من جملة ما يقع في السنة، والأخبار في هذا عظيم. الأمر الرابع والخامس انتشار الغنى، فإن الغنى بريد الزنا، وإن الغنى استهان به كثير من الناس، ووراء الغنى ما وراءه. ألا يا معاشر المسلمين حاضرين وغائبين، إن الغنى رقية الزنا. ولقد ذكر ابن القيم 14 اسما للغنى وأنه محرم، وأنا أجمل الغنى في 4 مسائل. هذا المغني يقود الرجل إلى الزنا، يقود المرأة إلى الزنا. والأدلة على ذلك أن الغنى لا يخرج عن 4 أمور، إما عن خمر أو عن دنيا أو عن حب أو عن امرأة. فإن وصف المرأة عن طريق الغناء، وصف القد والخد والنهل والساق والشعر والعينين والثغر والإقبال والإضرار والعناق واللقاء والضم والنهل إلى غير ذلك، وصف المرأة على مثال المنوال يؤدي إلى ماذا؟ أليس يؤدي إلى الزنا؟ عندما يوسم المغني مع الألحان لهذا السامع رجل كان امرأة، أليس يؤدي إلى الزنا؟ وأنا أعطيك مقطع واحد فقط يدعو إلى الزنا والثغر. أولم تسمعوا سلمكم الله، لا أسمعكم الله مثل هذا. أحدهم يغني فيقول اشربوا خليني بقية الكأس ننسى الهموم ونبتعد من الناس. ايش هذا الكأس، عصير ولا فنتو ولا خمر؟ عندما يخلو بمعشوقته ويقول لا اشربي وخليني بقية الكأس، شربت الخمر وشرب الخمر وقد حيل بينه وبينها من قبل، ثم التقى بها وقد تبن وسكر، ماذا يسمعون؟ اذا هذا بيت شعري عن طريق مغني يدعو الى الزنا ويدعو الى الخمر بلفظه واحده. وتاتي المراه وشريطها في مخبرها وهي في المناسبات والاعراس ترقص على ذلك. الا ان الزنا ما دعيت النساء به الا امال بهن، حتى يوجد الان من العشاق من يراسل الاشرطه كأم كلثوم ما ادري كذا، وهذا الحامض وغيرهم يراسلون الاشرطه وفيروز وكذا وكذا الى غير ذلك دعوه للنساء. وهؤلاء الشباب معاصرون ناشئون نشأة لا أقول دينية بل طينية صينية لا دينية، على فساد وجهل، يكرهون القرآن ويتعلقون بالأرزان والنسوان والألحان والأشجان وغير ذلك مما أفسد
الزنا قرناء السوء، ويا لها من قرينة ويا لها من مفسدة. كم من حارات فيها باغات، كم من أماكن فيها موطن زنا، كم من أماكن يعرف بها أشخاص بلواط أفسدوا أبناء المسلمين. ولا غيرة عند الآباء على أبنائهم وبناتهم، ولا عند الأمهات، لا سيما في بعض الأثار وبعض النوادي وبعض السينمات، فلا مراقب على الأبناء. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتفريق في المضاجع بين الأبناء، وهم أبناء سبع، وفرقوا بينهم في المضاجع، يفرق بين الأخت وأختها وبين الأخ وأخيه، يجعل بينهما حاجز. فكيف يجمع الولدان في أماكن على ألحان وأشجار مع من يتعلقون بالذبان ويرفعون أدبار المردان ويقعون في الفواحش والمنكرات، وقد تدربوا وتلوطوا وقعوا في ذلك الباطل؟ أما تخشى يا مسلم على أبنائك وعلى بناتك وأنت تتركهم في الشوارع والحارات والبارات وما في ذلك من المفاسد العظيمة؟ هذه جملة مختصرة ومن جملة الأسباب الموقع في الزنا المشار. لا بل أوضح من ذلك، وصف الرجل للرجل ما يجر بينه من امرأته، فإنهم قد يجتمعون في أماكن لقلة دينهم وإيمانهم، فليس لهم حديث إلا ما جرى بينه وبين امرأته من اللقاء والعناق والضم والأهات وغير ذلك. هذا يصف ما فعل وكم فعل، وذاك كذلك يتواصفون وبجانبهم من يسمع ويمارسون الفواحش، فهذا دعوة إلى الزنا. ألا يخصمون إن هذه الجريمة وراءها ما وراءها من الشر العظيم؟ وما هذا الكلام إلا قطرة من مطرة وجذر يسير بمقدار عبرة من طويل العلم، وإلا فأهل العلم قد أفردوا المصنفات. أما تعلم أن الجواب الكافي لمن سأل عن الدواشة بجواب على سؤال واحد؟ سأله الوطي قال: رجل مقيم على فاحشة ومعصية إن استمر عليها أهل في الدنيا وأخرى، وإن أراد تركها ما استطاع فما يفعل. فما عرض ابن القيم إشار الفاحشة وجمع له كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وذكر قدر 40 مفسدة من مفاسد المعاصي، وسرد سردا عجيبا تندهر له العقول في الجواب عن هذا السؤال. ثم كان في موضع من المواضع وهو محتار: ايش هذه المعصية التي إن استمر عليها أو وقت عليه دنيا وأخرى، وإن بقي ما استطاع أن يتركها؟ قال: وما يقالها إلا اللواط، واللواط يحتاج إلى إفراد وكلام، فإن الرجل لأن يقتل خير من أن يقال وقع في اللواط، لأنه إذا فسد وذهبت رجولته أصبح بيئة موجودة في المجتمع، وأصبحت نطب الرجال تعمل في بدنه كنهش السموم الحيات في الأبدان، فلا يرجى غيره، بل وإن شاب رأسه وحده كبضاره لا يقنع إلا بما عند الرجال. أعوذ بالله من هذه الجريمة العظيمة التي طلب الله أهلها عاليها سافلها، فإن قرى قومه صدره رفع الله إلى عالي السماء وطلب عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل، حتى أصبحت الآن جزيرة منجنة لا تصلح لماسكا ولا لماوى. هذه عقوبة من الله، عقوبة الله للظالمين، وما هي من الظالمين ببعيد. وسماهم مجرمون وسماهم عادون وسماهم مسلمون وسماهم بغير ذلك من الأوصاف، وجمع الله عليهم من العقوبات ما لم يجمعه على أمة من الأمم. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا أريد.
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هكذا تعمدوا نشر تلكم المسلسلات الخبيثة التي تدعو إلى الرذيلة والتي تدعو إلى الزنا والتي تدعو إلى كل شر والعياذ بالله. والخبث عياذا بالله إذا كثر وإذا استطاب وإذا انتشر في أوساط المسلمين فإن العقوبات تعم. فقد جاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث إذا كثر الزنا إذا كثر اللواط. فينبغي على المسلم أن يحذر على نفسه ويحذر على أبنائه ويحذر على كل من كان له عليهم رعاية. فإنه والله والله الذي لا إله إلا هو أنه ما من عبد كما قال عليه الصلاة والسلام كما هو في الصحيحين من حديث أبي يعلى يسترعه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كم من أناس يذهبون لكي يأكلون شجرة القات مع أصدقائهم مع جيرانهم ولا يدري أحدهم عن أبنائه ولا عن بناته. أذهبوا مع الصالحين أم مع الطالحين؟ أذهب بهم مع شياطين الإنس أم مع شياطين الجن؟ هذه والله كلها مسؤولة كلها مسؤولية عظيمة في عنق كل إنسان مسلم. ولا يقول أحدنا الحمد لله أنا قد أخرجت من بيتي هذه الألوان الخبيثة من تلكم الأغاني وتلكم الدشوش وتلكم الأجهزة الخبيثة. لا والله فإن التأثر حاصل ولو لم يكن ذلك إلا عن أن يأتي أحد جيرانك وربما كان عنده عرسا فيستمر بتشغيل تلك الأغاني الخبيثة الداعية إلى الزنا عياذا بالله لربما أسبوعا كاملا لربما أسبوعا كاملا ولربما استلذ لذلك السماع بعض أبنائك أو بعض بناتك استلذوا لسماع ذلك البلاء وذلك الشر المستطير. قال ابن القيم ناقلا عن غيره برئنا إلى الله من محشر بهم مرض من سماع الغناء وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بناء شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عناء وتكرار ذي النصح منا لهم لنعذر إلى الله في أمرنا فلما استهانوا بتنبيهنا لجأنا إلى الله في أمرنا فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على دندنا. أيها الناس هذه الأغاني وتلكم الأجهزة قد حرمها الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة صوت مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. ينعم الله عز وجل على بعض الناس بالأموال الطائلة فيتزوج المرأة الحسناء فإذا به يستمر أياما وهو يسمع أذنيه هذا البلاء العظيم وذلك الشر المستطير ولا يقتصر فعله ذلك على نفسه بل ينقله إلى الناس. فلماذا لا يتقي الله مثل هذا الصنم ويكف شرورهم عن الناس ويكف أذاهم عن الناس؟ إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. فنسأل من الله عز وجل أن يجعل من هذه الموعظة العظيمة التي قد وعظنا إياها الأخ عبد الواسع في هذه الليلة نفعا عظيما لجميع المسلمين. ولا بد للإنسان أن يحرص على نشر مثل هذا الشريط العظيم لا سيما في هذه الآونة وفي هذه الأزمنة التي كثرت فيها الشرور وكثر فيها البلاء ويناصح جيرانه ويناصح من استطاع مناصحتهم عن طريق هذا الشريط العظيم الذي نسأل من الله عز وجل أن يجعل فيه النفع الجزيل للصغير والكبير. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. تلاوة من ليالي رمضان. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على خير من قرأ القرآن وركع وسجد وأفرد العبادة لله ووحد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد،
فيسعد إخوانكم بمؤسسة نور السراج للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة التعاون للإنتاج والتوزيع بجدة أن يقدموا لكم ماهر بن حمد المعاقلي لسورة الأعراف. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرته؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة
بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكم من ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لن يدخلوها
صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا